وإلى أخبار المحترفين، والبداية عن النجم محمد صلاح، حيث تحدث النجم المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف ليفربول لقناة النادي الإنجليزي، مؤكدا على سعادته بتحقيق العديد من الإنجازات مع فريقه. وقال صلاح: سعيد للغاية بتحقيق العديد من الإنجازات والألقاب الشخصية مع المنتخب الوطني وفريق ليفربول. إحساس رائع أن أسجل 30 هدفا في الموسم الأول مع الفريق. وأضاف: دائما أسعى للتطور وهذا ما أفكر فيه وأعمل على ذلك بشكل يومي، وكل يوم أنظر لنفسي وأحاول التطور بشكل دائم. وما زلنا مع صلاح، حيث أشاد نجم المنتخب الوطني بالأجواء في ليفربول قائلا: دائما أقول أن اللاعبين والمدربين في ليفربول جعلوا الأمر سهلا. وأضاف: ألعب بجانب لاعبين جيدين جدا، وكل واحد منهم لديه مزايا مختلفة، وهذا يسهل الأمور علي. وشدد صلاح على سعادته برؤية الجماهير ترفع علم مصر في مباريات ليفربول، مؤكدا أنه يشعر بحب الجماهير. وفي اليونان، حيث أعرب عمرو وردة نجم المنتخب الوطني وفريق أتراميتوس اليوناني عن سعادته بالفوز القاتل الذي حققه فريقه على حساب مضيفه أستراس تريبوليس بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة 22 من الدوري اليوناني. ونشر له من المباراة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعلق عليها قائلا: فوز مهم جدا، الدوري الأوروبي في انتظارنا. وجاءت تغريدة عمرو وردة بعد احتلال فريقه للمركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي برصيد 42 نقطة بفارق 10 نقاط عن باوك المتصدر، وأكثر بنقطتين من أولمبياكوس حامل اللقب والذي يحتل المركز الرابع، ويلعب غدا أمام بانيونيوس. وفي السعودية، حيث أشاد تشيلي لويس سيارا المدير الفني لنادي اتحاد جدة السعودي بالأداء الذي ظهر عليه المصري محمود عبد المنعم كهربا خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام الفتح الذي يضم مواطنه محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، والتي انتهت بالتعادل السلبي. وقال سيارا في تصريحات لوسائل أعلام سعودية: كهربا من اللاعبين الذين يصنعون الفارق مع اتحاد جدة في أي مباراة، ولكن لم يحالفه الحظ في لقاء الفتح. أشاد مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني أحمد ناجي بعصام الحضري حارس فريق التعاون والمنتخب الوطني ومستواه الثابت مع فريقه، قائلا مؤكدا أنه لاعب أسطورة ومعجزة وحدوتته لن تتكرر. وأضاف ناجي أن الحضري يتفوق على نفسه دائما في التدريبات والمباريات ليقود بعثة مصر بكأس العالم 2018 بروسيا. والآن فاصل قصير ونعود للملاعب العالمية، ابقوا معنا.